الجزيرة بخصوص رعاية النادي الأهلي. بجدد التحية بك يا محمد وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني الأمور ساخنة شوية هنا في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، في منافسة شديدة ما بين الشركات المتقدمة طبعا لرعاية النادي الأهلي للفترة القادمة، هي شركة أو مؤسسة الأهرام وشركة بريزنتيشن وشركة رياضية. لحظات وفي يمكن جلسه مصغره كده مع كابتن محمود الخطيب في هذه اللحظات، لكن خليني اقول لك ان لسه متواجد شركه الاهرام متواجدين جوه في الجلسه، وايضا شركه برزنتيشن لسه متواجدين، لكن واضح ان في مداولات عديده وعديده ما بين الحضور يا محمد علشان يتم الاستقرار في النهايه على الشركه اللي هترعى النادي الاهلي خلال الفترات المقبله. خليني اقول لك المنافسه شديده جدا، وخصوصا في ظل الشروط العديده اللي حاططها النادي الاهلي للشركات الراغبه في رعايه النادي الاهلي خلال الفتره المقبله، واكيد في دافع كبير جدا عند هذه الشركات لرعايه نادي كبير بحجم النادي الاهلي، وهو نادي القرن في افريقيا، واكيد عقد الرعايه بالنسبه له هيكون مختلف عن عقود الرعايه الاخرى يمكن سابقه، سواء سابقه للنادي الاهلي او بعض الانديه الاخرى. زي ما احنا عارفين يمكن الثلاث سنوات السابقه كان بيرعى النادي الاهلي شركه صله، وكان مبلغ حوالي 231 مليون جنيه. اعتقد ان الامور هتزيد اكثر من الضعف، يعني على اقل تقدير بالنسبه للنادي الاهلي من خلال جلسه النهارده محمد وفتح المظاريف الماليه الخاصه برعايه النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. امير، عايز اقول لك انت حطيتنا في حاله كده ما بين الانتظار وال، عايز اقول لك يعني منتظرين وعلى حر من الجمر ومنتظرين هذا الخبر اللي هيسعد بالتاكيد جماهير النادي الاهلي في هذه اللحظات، لكن وانت قاعد بتتابع كده شايف، انت قلت لي من شويه شركه صله كانت مندوبيها خرجوا من شويه، شايف في حاله كده تنافس بين الشركات؟ قدرت توصل لمعلومه او تشوف الاجواء عندك في مقر النادي بالجزيره؟ ايضا كمان عايز اعرف اهتمام الاعلام عندك دلوقتي هناك في مقر النادي، وجود العديد من الصحفيين، اهتمام وكالات الانباء بجلسه فتح المظاريف الماليه بالنسبه لرعايه النادي الاهلي، بالتاكيد انت بتتكلم عن نادي اهم واكبر نادي في الشرق الاوسط، فالمنطقه العربيه ومصر كله بينتظر هذه اللحظات المهمه جدا. خليني اقول لك يا محمد ان الوضع هنا سسبنس شويه، يعني كل الحضور او كل المتابعين للموقف سواء الاعلاميين او الصحفيين المتواجدين كله بينتظر بفارغ الصبر ما ستسفر عنه هذه الجلسه والعقد الرعايه الخاص بالنادي الاهلي خلال الفترات المقبله ان شاء الله. فبالتالي اقول لك، خليني اقول لك ان الوضع مشوق بشكل كبير، احنا قاعدين مترقبين بشكل كبير جدا اللي بيحصل، مين خرج مين دخل، فالامور لسه ما فيش طبعا نتيجه نهائيه او ما فيش قرار نهائي بالشركه اللي هترعى النادي الاهلي خلال الفترات المقبله، لكن خلينا اقول لك ان في بعض المؤشرات، يعني زي ما قلت لك يمكن شركه صله بعض الحضور منها او بعض ممثلي هذه الشركه، يعني في جلسه كده مغلقه ما بينهم وبين الكابتن محمود الخطيب، واضح ممكن يكون في تطورات بعد لحظات يا محمد، وده اللي هيبان وهنعرفه من خلال تواجدنا هنا واستمرار تواجدنا هنا من خلال مقر النادي الاهلي بالجزيره. اعتقد برضو يا امير في هذه اللحظات، هل اجتماع مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب على هبه الاستعداد؟ يعني الاجتماع التكميلي بدا ولا في انتظار لما ينتهي الاجتماع المتعلق برعايه النادي الاهلي؟ لا، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بيتوافدوا يعني مع الوقت، كل شويه بيوصل واحد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ويدخلوا اللقاء الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي، لكن الاجتماع لسه ما ابتداش من الشكل او بالشكل الرسمي، مستنيين طبعا انتهاء عقد الرعايه، وهنعرف اكيد كل التطورات يا محمد خلال لحظات ان شاء الله من خلال تواجدنا هنا في الجزيره. طيب مين وصل من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي في هذه اللحظات عندك يا امير بيستعدوا لاجتماع المجلس الاداره؟ يعني مين وصل عندك متواجد دلوقتي في قاعه فكر اباظه في مقر النادي بالجزيره؟ تقريبا كلهم يا محمد متواجدين، سواء الوزير العمري فاروق متواجد، كابتن محمود الخطيب طبعا بالطبع متواجد، كابتن رانيا علواني، ايضا بعض اعضاء مجلس الاداره مهند مجدي متواجد، محمد سراج الدين ايضا، استاذ محمد سراج الدين متواجد، يعني اعتقد كلهم خلاص وصلوا، استاذ طارق انديل ايضا متواجد جوه داخل غرفه طبعا الخاصه او الغرفه الخاصه بعقد اجتماعات مجلس اداره النادي الاهلي هنا يا محمد. بالتأكيد يا أمير احنا دايما متابعين معاك، ونتمنى بإذن الله أن يحسم هذا الملف خلال الدقائق القليلة القادمة، ونعرف بقى جمهور النادي الأهلي هذا الخبر الأهم والأبرز في هذه اللحظات. شكرا جدا زميلي أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي، كان معنا على الهواء مباشرة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. جمهور